عبر نازحون ومواطنون من مدينة الفلوجة عن امتعاضهم لعدم قيام أي مسؤول سابق بزيارتهم والاطلاع على ما يعانونه، مؤكدين إصرارهم على التغيير في الانتخابات المقبلة. ونقلت وكالة رويترز عن مواطنين قولهم إن غالبية السكان يعتزمون تصحيح الخطأ الذي وقعوا فيه بالانتخابات السابقة. من جهته ألقى مرشح تحالف القرار العراقي عبد ذياب العجيلي اللوم على المفوضية لأنها شملت النازحين بالانتخابات بالوقت الذي يتعذر فيه ذهاب معظمهم إلى الاقتراع. هناك عتب على المفوضية العليا للانتخابات لأنها ألزمت نفسها بأن تكون الانتخابات لجميع العراقيين، لكن هناك كثير من النازحين لن يتمكنوا من الأدلاء بأصواتهم. بس احنا خطأنا في مرة، هو ما نخطأ بالخطأ الثاني، هذا اللي مطلوب من عندنا احنا، وعليه لا بالله أدي واجبي وأخذ عائلتي وأروح أنتخب للي أريده واللي هو صحيح شريف ويخدم بلده. ما حد جانب هذا القراج، أي مسؤول ما حد جانب. زين، هذا الجهال حتى جرب صار بيهم، حتى قمل صار بيهم. هاي معاناتنا احنا النازحين. ما تسوي لنا حل هاي الانتخابات؟ نفس الوجوه اللي صار لأربع سنين اليوم هم اجى خلي صورته، ما يفسح المجال لغيره. يعني هو أربع سنين، انت شو سويت لي بالأربع سنين؟ انطي مجال لغيرك خلي نشوفه.